مفيش اجمل بقى مع فنجان القهوه كده نقول لكم اخبار الجرايد ايه صح؟ تمام. يلا نبدا معاكي بقى. ماشي. طيب اول خبر معانا بعنوان الرئيس ده من بوابه الاهرام، الرئيس السيسي بيوجه بمنح تراخيص مؤقته لحضانات الاطفال وتغطيه برامج دعم التعليم المجتمعي لاسر تكافل وكرامه. طيب تقول تفاصيل الخبر؟ تفاصيل الخبر. السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه قال ان الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس مجلس الوزراء وزير التضامن الاجتماعي ومستشار رئيس الشؤون الماليه لمتابعه موقف حضانات الاطفال على مستوى الجمهوريه وايضا برامج التعليم المجتمعي. الرئيس الحقيقه وجه بمنح تراخيص مؤقته لجميع حضانات الاطفال اللي مش مرخصه، وده على مستوى الجمهوريه عددها 10,000 حضانه، وكمان تغطيه برامج دعم التعليم المجتمعي لابناء اسر تكافل وكرامه. طيب يعني الحقيقه ان كمان في زياده لمخصصات دعم التعليم المجتمعي بمقدار مليار جنيه. خبر مهم جدا، خلونا نقف بالتفاصيل عنده. بينضم لينا هاتفيا استاذ رفعت فياض مدير تحرير جريده اخبار اليوم. صباح الخير استاذ رفعت. صباح الخير لحضرتك. الاستاذ رفعت، يعني يمكن في اهتمام كبير من سياده الرئيس بالتعليم بشكل عام، مش النشء بس وكمان الاطفال الصغار. فكره ان الحضانات تبتدي تمنح تراخيص دي اعتقد فكره رائعه، دي يعني ظهور، يعني بدل ما احنا بنعمل الحضانات دي بشكل مداري او مستخبي في فيلل او في شقق او في اماكن، برضو عشان تبقى عندك امان على ولدك، انت عارف ان الحضانه دي مرخصه والناس دول مؤهلين. حضرتك ايه رايك في هذا الطرح اللي طرحه سياده الرئيس او التوجيه اللي طلبه سيادته، وايضا فكره الدعم الزياده لمخصصات التعليم المجتمعي؟ شوف زي ما حضرتك بتقول كده استاذ محمد، واهتمام الرئيس بالنسبه لحضانات الاطفال طبعا، لان السلم التعليمي ينقسم في مسؤوليته إلى جزئين، جزء تبع وزارة التربية والتعليم أو تحت إشرافه أو مسؤولية وزارة التربية والتعليم، هي كل المدارس بدءا من مرحلة KG1 لحد المرحلة الثانوية العامة، لكن الحضانات تبع وزارة التضامن الاجتماعي وليس ضمن السلم التعليمي في عملية الإشراف. لكن مهمة جدا جدا وإعداد الطفل قبل دخول المدرسة من ناحية، ومن ناحيه ثانيه انها بتخفف الجهد على اولياء الامور وعلى الام بالذات، انها في هذه المرحله الاولى من العمر لو هي بتشتغل ولا وراها مسؤوليات اخرى، شيء طبيعي الحضانه مهمه جدا انها يكون الطفل او الطفله تحت مظله وتحت رعايه هذه الحضانه. إذا كان هناك عدد هذا العدد الضخم من الحضانات حوالي 10,000 حضانة غير مرخصة، زي ما حضرتك أشرت أن قد تكون غير مرخصة وتستمر في ذلك دون استكمال إجراءات الترخيص واستكمال متطلبات الحضانة، طب أنا ما أدي لها ترخيص مؤقت ويبقى تحت إشرافي وأطلب منها خلال الشهور القليلة القادمة استكمال واحد قانون وضعه. طب استاذ رفعت، ده يخلينا نقف بقى عند النقطه دي، ايه الاجراءات اللي يعني خلال الفتره الجايه توقعاتك كمان بعد هذه الخطوه والاجراءات اللي هيتم عملها؟ هل كل الحضانات، يعني هل في قائمه بالحضانات اللي موجوده بالفعل وغير مرخصه، ولا هيتم عمل الموضوع ازاي؟ هي الحضانات نفسها هي اللي هتروح؟ بالتاكيد ده بالتاكيد، وهذا الخبر اشار ان العدد تم حصره حوالي 10,000 حضانه غير بقيه الحضانات المرخصه الأخرى. العشر ثلاث دول لابد أقننها، وإما ما يبقى تحت إشرافي كوزارة التضامن وزيارات من المختصين اللي عندي، عايز أشوف نوعية القائمين على هذه الحضانات، نوعية العاملين في هذه الحضانات، عددهم مقارنة بعدد الأطفال اللي موجودين، الإجراءات الصحية المتبعة داخل هذه الحضانات مكتملة ولا لا، ومكان هذه الحضانه مكان ملائم ولا مش ملائم. عمري ما هدي ترخيص لحضانه قد تكون في مكان غير ملائم بالنسبه للاطفال، فما دام تم حصرهم ال 10,000 اذا دول في مكان ملائم، لكن عشان تستكمل عايزه اجراءات اخرى لضمان انها تبقى كل المتطلبات موجوده، وده مهم جدا، وتشجيع هذه الحضانات انها تكمل دورها، واحنا عايزين يمكن ثلاث اضعاف هذا العدد على المستوى القومي، لان اصبح فعلا دور الحضانه مهم جدا جدا جدا. بالاضافه لده استاذ رفعت، كمان في اهتمام من سياده الرئيس
التعليم يكون متاح للجميع. ده من خلال يا كريمة يمكن تغطية برامج دعم التعليم المجتمعي لأبناء أسر تكافل وكرامة، هيشمل كمان المرحلة الجامعية إضافة إلى المراحل الدراسية. المخصصات زادت في التعليم المجتمعي بمقدار مليار جنيه. أمر مهم جدا. حضرتك شايف ده إزاي؟ شوف حضرتك، ده بيتم في ظل المشروع القومي لتطوير التعليم في مصر، ودي لأول مرة في تاريخ مصر من أيام الفراعنة لحد دلوقتي ان المشروع القومي لتطوير التعليم يكون مشروع دولة وليس فكر او رؤية وزير، سواء وزير تربية وتعليم او تعليم عالي، وبعد ان يتغير الوزير يأتي الوزير الذي يليه يوم يغير هذا الفكر وهذا النظام. واحنا عانينا ذلك كثيرا ما بين الغاء سنة ثالثة وعودة سنة ثالثة، والثانوية العامة فيها تحسين او مش تحسين، الثانوية العامة سنتين ولا سنة واحدة، وهكذا. انما وده طب في نوعيات وفئات من المراحل التعليميه المختلفه تحتاج الى رعايه الدوله، وهي الفئات اللي قد يكون ابناء الشهداء، ابناء اليتامى، غير القادرين وخلافه. وانا ما قمتش بدور المجتمعي والانفاق وتسديد المصروفات وتوفير احتياجات هذه الفئات، قد تحرم من التعليم أو قد يكون هناك معاناة تزيد عن المعاناة اللي هم موجودين فيهم. هنا الرعاية بتاعة الدولة سواء في التعليم أو على المستوى الحياة المجتمعية من خلال مشروعات كثيرة تقوم بها وزارة الضامن في ظل توجهات الدولة والبرامج التي حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي وبدأ الدولة تكافل وكرامة على سبيل المثال. ده توجه الدولة، برنامج دولة وليس برنامج وزارة. ده بيحل مشاكل من جذورها أستاذ رفعت، زي التسرب للتعليم، زي خروج الولاد من المدرسة بسبب الفقر، أو مشاكل تبني المستويات الاجتماعية والاقتصادية الحقيقة يعني. بالضبط. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ رفعت فياض، مدير تحرير جريدة أخبار اليوم الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك. طيب نروح لليوم السابع. اليوم السابع، رئيس الوزراء بيؤكد اهتمام الدولة بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ده العنوان الكبير. ده تفاصيل الخبر، ان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ترأس اجتماع لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وده بحضور عدد من الوزراء المعنيين. رئيس الوزراء أكد على اهتمام الدولة بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لما له من دور محوري في تنمية دفع عجلة الإنتاج في مختلف المجالات، مشيرا إلى الجهود المبذولة من كافة الجهات المعنية للدعم وتطوير هذا القطاع الحيوي. لكن كان في انجاز كان تحقق خلال الايام القليله الماضيه، كانت استعرضته دكتوره نيفين جامع وزير التجاره والصناعه خلال الاجتماع، وهو نتائج معرض تراثنا 2020 اللي اقيم مؤخرا. اشارت بقى الى ان المعرض كان بمشاركه 630 عارض من مختلف محافظات الجمهوريه، من بينهم 400 سيده، يعني النسبه الاكبر على فكره، وتم من خلالهم عرض 28 منتج. يمكن معرض تراثنا كنا بنتابع وبنغطي دايما على شاشه التلفزيون المصري الى اي مدى المعرض ده الحقيقة قدم خدمات كبيرة جدا، مش بس للصناع، كمان للمواطنين المهتمين باقتناء بعض المنتجات التابعة للحرف اليدوية والتراث. كريمة، خلينا نبدأ معاك ومع مشاهدينا الكرام من الآخر، من معرض تراثنا، مع دكتور مصطفى بدر أستاذ الاستثمار والتمويل. صباح الخير يا دكتور مصطفى. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم. دكتور مصطفى بدرة أستاذ الاستثمار التمويلي، صباح الخير، حضرتك سمعنا؟ طيب، لغاية لما الاتصال يجهز، يمكن فكرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كريمة يعني ليه أهمية كبرى، يعني احنا شايفين ان في دول يعني انتاجها كله او اقتصادها كله زي الصين مثلا قايم على المشروعات المتناهية كمان، متناهية الصغر. بنجلاديش الطفرة اللي حصلت فيها من خلال حتى لو هو البنك اللي موجود اللي كان بيمول هذه المشروعات او من البنوك المهمه جرامين تقريبا، لكن هو كان بيدي لغايه اقل
قرض انت ممكن تاخده لغايه القرض المتاح للمشروع بتاعك على حسب. فبقى حاجه مخصصه البنك هذا البنك فقط مخصص لده. استطاعت مصر بقى من خلال التعامل مع هذا الامر بانها حتى من خلال البنوك العاديه وبتوجيه وتكليف من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان يكون الفايده ضئيله، ان احنا نساعد هؤلاء الراغبين في اقامه هذه المشروعات لغايه توجيههم، لغايه لما هقترح عليك المشروع اللي تحب تشتغل فيه ايه. يعني كل ده يمكن كمان في التمويل امر مهم، والتمويل طبعا اكيد. طيب اعتقد معنا دكتور مصطفى بدرة استاذ الاستثمار التمويلي. صباح الخير يا دكتور، سمعنا كده؟ طيب هو واضح ان في مشكله في الاتصال، عمرنا نحاول التواصل مره تانية. وزي ما قال محمد فعلا فكره المشروعات الصغيره والمتوسطه فعلا بالكامل ممكن يقوم اقتصاد دول عليها بشكل كبير. طيب نروح للشروق والخبر ثالث معانا. وزير النقل بيعلن تفاصيل انشاء خط سكه حديد بين مصر والسودان. التفاصيل، عقد وزير النقل كامل الوزير اجتماع عبر الفيديو كونفرنس مع نظير السوداني هاشم أبو عوف بحضور السفير السوداني بالقاهرة ورؤساء هيئات سكك حديد مصر والموانئ البرية والجافة والنقل النهري ورئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي لبحث تدعيم التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة. الاجتماع بدأ بمناقشة بنود وثيقة التعاون المشترك في مجال الربط السككي اللي بتهدف لتوفير التمويل اللازم لبدء دراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لمشروع الربط السككي من مصر والسودان. هيمتد في مرحلته الأولى من مدينة أسوان وحتى جنوب وادي حلفة، وهيكون هذا التمويل من خلال التنسيق والتعاون بين كل من مصر والسودان والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية. نرجع مرة تانية للدكتور مصطفى بدر أستاذ الاستثمار التمويلي. والخبر اللي كان في اليوم السابع بيتكلم عن أن رئيس الوزراء أكد اهتمام الدولة بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. صباح الخير دكتور مصطفى. أهلا وسهلا فندم، صباح الخير. أهلا بحركة دكتور. دكتور يعني إلى أي مدى التأكيد على الاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتوسع في هذا الأمر بالفعل ممكن يدعم يعني المستقبل الاقتصاد والخطط الاقتصادية خلال المرحلة القادمة؟ شوف يا فندم، طبعا سياده الرئيس بيولي اهتمام كبير جدا بالمشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر، وطبعا ده كان اصلا من التخطيط الاستراتيجي للوضع الاقتصادي كله حتى ببرنامج الاصلاح الاقتصادي، ان احنا ازاي نوسع القاعده العريضه جدا للشركات والمصانع وطبعا للمشروعات اللي هي متناهيه الصغر. يمكن يعني حتى كلكم حضرتك تتذكروا ان فخامه الرئيس قصص مبلغ حوالي 100 مليار جنيه من البنك المركزي ان يكون للمشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر، وطبعا بسعر فايده قليل جدا. الحكومه من توجيهاتها ازاي تطبق هذا الامر على ارض الواقع؟ طبعا بصفه ان دوله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بيرأس المجموعه الاقتصاديه وهو كمان بيعتبر وزير للاستثمار، بيجتمع بالعديد من الجهات اللي هي بتدعم النشاط الاقتصادي للمشروعات الصغيره والمتوسطه. منها بالامس طبعا احنا نعلم جيدا ان بقينا عندنا جهاز كبير اسمه جهاز المشروعات الصغيره والمتوسطه، وطبعا بيرأسه دوله رئيس الوزراء، اجتمع بالامس مع مجلس الاداره بالكامل. ليه؟ ليشوف الرؤيه اللي هي موضوعه للسنوات القادمه. خلينا نشوف ان اول دبنه او اول نبته صغيره كانت للتنفيذ الرسمي او اللي هو زي ما نقول كده الوضوح، كان اللي هو معرض تراثنا اللي هو يمكن حضراتكم كلكم شفتوه، ده كان قد ايه محقق نجاح. ده بيعتبر يا فندم تسويق للمنتجات، يعني ابتدينا ننفع الدوله بتفتح منافذ تسويقيه ترويجيه على اسس علميه. طبعا تحت رعايه فخامه الرئيس في عدد حوالي 600 شركه تم العرض داخل المعرض. اللي احنا بنشوفه تم المبيعات برقم اكثر من 60 مليون جنيه، هو رقم صحيح يمكن قليل في الفترة الأولانية، ولكن التشجيع اللي بتوليه الدولة للمشروعات دي كلها النهاردة وللنشاط ده أعتقد إن شاء الله هيكون فتحة خير لزيادة المشروعات، هيدعم الموازنة العامة للدولة، هيزيد من الحصيلة الضريبية. أعتقد ده من توجهات الدولة ذات نفسها. كمان دكتور مصطفى بيعتبر المعرض ده فرصة أو نافذة لعرض يعني الصانعين الصغار يعني لمنتجاتهم كلها او حرفهم اليدويه اللي هم بيعملوها، او يعني مجال التسويق. افتكر ده كويس ودي خطوه كويسه من الحكومه. احنا محتاجين اكتر من معرض ولا معرض واحد كافي ده؟ والله يا فندم انا بميل للراي ان احنا يكون عندنا اكتر من معرض،
وعندنا اكتر من وقت، يعني ما بقاش في شهر واحد مقتصر، ويا ريت نخش في الصعيد، يعني يكون عندنا معارض في الصعيد. واسمح لي كانت رؤيه المعرض بس عشان نذكر مشاهدينا ازاي يتواصلوا المصنعين مع بعض. يعني حضرتك تعلم جدا ان المعرض ده هيبقى فيه صناعات تكميليه، يعني بنحتاج ان احنا نعمل بعض من الاساس، فهيكون في واحد بيعمل منتج معين هيكمله منتج ثاني، يبقى في خشب، يبقى في معادن، هيبقى في اكسسوارات. بالظبط. عارفه فندم ده لقاء او التقاء زي ما بيسموه كده، وبيبقى فيها عمليه توسع في الانشطه، التعارف ما بين المصنعين الصغيرين ورجال الاعمال الصغيرين والشركات دي بيفتح ليهم فرص كمان للخارج. الميزه الاخيره كمان عشان يبقى احنا عارفين ان الدوله راعت ان هي يعني تعمل دعاوي للسفراء ودعاوي لرجال الاعمال من الخارج علشان يشوفوا الموقف التنفيذي بتاعنا، احنا ابتدينا فين في المشروعات المتناهيه الصغر وازاي نعمل حركه الخارج. نفتح معارض كمان في اخيرا، ولو تسمحوا لي، المؤسسات العالميه كلها النهارده تراهن على مصر الاقتصاديه. احنا بنراهن عندنا مشروعات صغيره ومتوسطه ومتناهيه الصغر على شبابنا. المراهنه دي ان احنا ندي تمويل، نديهم فرص عمل، نديهم تيسيرات من البنوك، واعتقد الحمد لله بيتنفذ امام اعين كل الاعلام وكل زي ما حضرتك بتفضلوا في عرضه جدا. نعم. طيب يعني برضو دكتور مصطفى، يمكن إلى جانب اهتمام الدولة بهذا الأمر، مش بس تنظيم معارض، مش بس توجيه دعوات لدول وفتح أسواق ونوافذ، لكن كمان في اهتمام على الصعيد التشريعي، سواء تيسيرات وتسهيلات للمستثمرين بقوانين داخلية صغار المستثمرين وكبار المستثمرين، وكمان تيسيرات للمستثمرين الأجانب. يعني نذكر بأبرز يعني التحركات الإيجابية اللي حصلت على هذا المجال. انا اسمحي لي احيي حضرتك والله، ودايما يعني الابراز الاعلامي لبعض من النقاط اللي هي بتهم الناس دي بتبقى فرصه كويسه ان الناس تعرف قد ايه الدوله بتحرص ان في تيسيرات في القوانين والتشريعات، وايضا الدوله بتراقب وتعيد اداره الملف التشريعي مره ثانيه للتيسير على الناس. شوف يا فندم، احنا عندنا حاجه اسمها الشباك الواحد، وبنقرر دايما ان في حاجه اسمها الشباك الواحد. الهيئه العامه للاستثمار النهارده فاتحه ابوابها، بتعمل نافذه على الويب سايت او على الكمبيوتر او بيسموه على مواقع التواصل الاجتماعي، ان انت تخش تاسس شركتك وانت قاعد في يوم في 24 ساعه. بتكون عندك بعض من المتطلبات الورقيه، لو سمحت خش تواصل مع حد من بتوع خدمه العملاء بتوع هيئه الاستثمار، هيدلك ازاي تعمل المشروع اللي هو التكوين الاساسي للهيئه. طب في ناس ما عندهاش مشروع وعايزه تشتغل، عايزه تفتح مصنع، عايزه تفتح شركه صغيره، عايزه تفتح محل حتى. تروح الهيئه اللي هي متخصصه للمشروعات الصغيره والمتوسطه متناهيه الصغر، عندها برضه شباك واحد بتدي له فكره المشروع، بتدي له تدريب كمان لمده 3 شهور، بتدي له نافذه ان هو يبتدي يستثمر فيها، بتدي له فكره يعني ازاي يستثمر وايه المخاطر اللي عليه او ان هو ازاي يعني يعني دراسه كامله للموضوع عشان تقدر ان هي تيسر الامور. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور مصطفى بدره، استاذ الاستثمار والتمويل، شكرا يا فندم على هذه المعلومات اللي شاركت بيها معايا. الوطن مكرم القرى والمدن بحاجه لتوعيه الائمه بخطوره الهجره غير الشرعيه. ده ملف مهم جدا الحقيقه، يعني يمكن سفيره نبيله مكرم وزيره الدوله لشؤون الهجره والمصريين بالخارج قالت ان يعني المولى عز وجل بيبارك في اي عمل يتم في النور. واضافت وزيره الهجره وشؤون المصريين في الخارج خلال توقيع بروتوكول تعاون في مكافحه الهجره غير الشرعيه بالتعاون مع وزاره الاوقاف، ان اي شاب يرغب في الهجره غير الشرعيه حينما يسمع كلمه مطمئنه في المسجد بيقلع بالفعل عن يعني هذه الفكره. واشارت الى اننا جميعا نلتف حول المساجد لنسال الائمه عن اي شيء نريد. مكرم أشارت أيضا إلى أن كل قرية ومدينة في حاجة إلى توعية الأئمة بخطورة الهجرة غير الشرعية، موجهة الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على جهود الوزارة في تجديد الخطاب الديني والتصدي لقضايا التطرف. طيب خلونا نروح للوفد، ويمكن يعني فكره الاهتمام بالاثار بشكل كبير ده امر يعني مهم ان احنا يتم متابعه ليه بشكل دوري. وزير الاثار من كفر الشيخ عن المتحف المحافظه، المتحف مفاجاه للحكومه ومفاجاه الحكومه لاهالي المحافظه. وزير السياحه والاثار دكتور خالد العناني تفقد المتحف القومي بكفر الشيخ لوضع اللمسات الأخيرة استعدادا لافتتاحه، وذلك المتحف الرائع
مشيرا إلى أن المتحف مفاجأة الحكومة للمحافظة العريقة، فلم يكن هناك متحف بها وأقيم بها متحف يليق بها بمكانتها التي تضم تل الفراعين وفوة الأثرية والكنائس المقدسة بسخة والعائلة المقدسة، فالمتحف من أجمل وأكبر متاحف الجمهورية. يمكن يعني وزير السياحة والآثار دكتور خالد العناني اتكلم أيضا عن أن المتحف بيضم قطع أثرية فريدة لأسر من قبل الأسرات والعصر اليوناني والروماني والمسيحي والإسلامي والعصر أيضا الحديث والمعاصر، وبتبرز عظمة كفر الشيخ من خلال هذه المقتنيات، وأكد أن الهدف من إنشاء المتحف أن يكون توعوي وسياحي للقادمين من المحافظات الأخرى أو من خارج مصر. خبر رياضي للمهتمين بالرياضة، الأهرام، بوابة الأهرام تحديدا، اتحاد الكرة يقرر رسميا إلغاء الهبوط بالقسم الثاني. تفاصيل الخبر أن بقرار من مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم تم إلغاء الهبوط في الموسم الحالي إلى القسم الثاني ب، وأقر اتحاد الكرة شكل المسابقات بالموسم القادم 2020-2021 في ضوء دراسة سلبيات وإيجابيات مسابقات القسم الثاني والثالث والرابع للموسم الرياضي 2019-2020. هيكون نظام المسابقة بيتكون من القسم الثاني، هيتكون من ثلاث مجموعات، كل منها هتكون من 16 فريق بإجمالي 48 فريق، وتقام بين كل مجموعة من المجموعات الثلاث دوري من دوريين، ويصعد أول كل مجموعة إلى القسم الأول على أن ينتهي قيد اللاعبين في 21/11/2020. الناقد الرياضي الأستاذ أيمن بدرة معنا الآن. صباح الخير أستاذ أيمن. صباح الخير. أمين أمين. صباح الخير على حضرتك يا فندم. صباح النور، اهلا بحضرتك. طيب لو نعرف من حضرتك فكره الغاء الهبوط في القسم الثاني، هو سببها ايه؟ هل في اسباب معينه ادت الى ده، ولا في فكر جديد لدى اتحاد الكره المصري الهدف منه الغاء فكره القسم الثاني؟ والله هو كان يعني كان في مطالب الحقيقه من انديه كثيره جدا جدا بالغاء الهبوط من دوري القسم الثاني، لانه في انديه كبيره الحقيقه ذات جماهيريه وشعبيه كانت يعني هتنزل لدوري القسم الثالث، منها مثلا الترسانه، منها الاولمبي، في انديه الحقيقه كبيره كانت مهدده بان هي تنزل من هذا القسم. ولكن يعني اتحاد الكره يمكن راعى موضوع ظروف الموسم دوت، ظروف الكورونا والتوقف وانخفاض الايرادات بتاعه الانديه بشكل كبير جدا، الفتره الكبيره اللي يعني احتجبت فيها كره القدم والانشطه كلها بصفه عامه، فبالتالي انت حضرتك امام ظرف استثنائي. صحيح. طيب هل هذا الظرف، اسمح لنا، هل هذا الظرف الاستثنائي هيكون هو يعني سيستم الدوريات في المراحل القادمه، الغاء الهبوط من الدرجه ب، ولا خلاص ده بقى هيبقى هو دوت السيستم بعد كده اللي هيتم العمل بيه؟ لا، هو كان في مشروع انه دوري الدرجه الثانيه او دوري القسم ب كان يبقى من 20 او 22 نادي فقط، وكان ده مشروع معمول، لكن طبعا كورونا حصل يعني ارتباك شديد جدا خلت الدوري حتى ما يبقاش فيه هبوط، وانه 12 فريق من القسم الثالث يطلعوا زي ما حضرتك استعرضتي كده النظام الموضوع القسم المجموعات المجموعات كانوا 36 فريق، اصبحوا دلوقتي اضيف عليهم 12 فريق، فاحنا دلوقتي بنتكلم على ثلاث مجموعات. المنافسة هتبقى طبعا يعني فيها فروقات كبيرة جدا جدا، لانه المستويات بتبقى متفاوتة، لكن انا بعتقد انها فرصة بقى للاندية الجماهيرية. كنت اسأل حضرتك، اعتقد دي هتبقى فرصة للاندية دوري الدرجة الثانية، خاصة ان في اندية منها الحقيقة كتيرة جدا متميزة في ادائها وكانت مستنية فرصة. يعني وكان في اندية الحقيقة كانت على يعني اندية مثلا نادي زي نادي بني سويف اللي كان المفروض ان هو على وشك الصعود، ده نادي بيمثل محافظة كبيرة وكان على وشك الصعود، يمكن فريق يعني احد البنوك الكبيره اللي صعد للدوري الممتاز لاول مره، صعد بحساب المواجهات المباشره، ده طبعا ممكن يعمل مشكله لاتحاد الكوره. اتحاد الكوره يمكن قال ان هو هيعمل مؤتمر صحفي يشرح فيه اسباب القصه دي. في ايضا مطالبات من الانديه الهابطه من الدوري الممتاز وعلى راسها طنطا طبعا كنادي جماهيري، بيقول طب ما انتوا لغيتوا الهبوط في الدرجه الثانيه، الغوا الهبوط في الدوري الممتاز، احنا ثلاث فرق طنطا ونادي مصر او اف سي مصر ونادي حرس الحدود كمان يتلغي الهبوط بالنسبه لنا، والدوري الموسم
المقبل يتم تعديل شكله. فيعني طبعا هو القرار اتخذ امبارح، لكن اعتقد ان هيكون له تداعيات وفي امكانيه طبعا حتى ده هنشوفه خلال الفتره الجايه. احنا بنشكر حضرتك كابتن ايمن بدر الناقد الرياضي، شكرا جزيلا يا فندم على هذه المتابعه.